تم اعتقالي، انحكمت 15 سنة. بعد 4 سنين طلعت بصفقة مبادلة للمعتقلات. فجأة لقيت حالي بمجتمع جديد، بوطن جديد ما بعرفه، بسمع فيه سما. كل التاريخ اللي أنا عشته والعمر اللي أنا عشته، الرفقات، الأصدقاء، الشغل، كله فجأة اختفى. كان من المتوقع الطريق اللي إحنا مشينا فيه شو هو نهايته. أي نشاط إنساني، إغاثي، سياسي، إحنا كلياتنا خارجين عن القانون. أنا كنت واحدة من المحظوظات الحقيقة، ببيئة داعمة، عائلتي، أصدقائي، العائلة اللي استقبلتني. هذا الشيء اللي ما بيتوفر لغالبية من الصبايا اللي بيطلعوا من السجن. كتير منهم لاحظت أنه بيتعرضوا للنبذ، وأنه هن غير مرحب فيهم من عوائلهم الخاصة والقريبة. طبعاً كتير منهم بصحبة أطفالهم، وهن بدون مصدر رزق، بدون معيل، بيلاقوا حالهم فعلاً وحيدات. الأمر اللي بخليهم يواجهوا واقع مرير، حتى بشابه مرارة السجن. كل هاي الموروثات الاجتماعية والتقاليد والنظام الأبوي اللي بيحكم عليهم باللوم وبالإدانة. الفكرة إنه إحنا نخلق جسم لإعادة تأهيل الناجيات من الاعتقال. فيما بعد توسعنا لنشمل كل الناجيات من العنف، سواء المتأثرات بالاعتقال أو المعنفات بكل أنواع العنف الجسدي والنفسي والجنسي، حتى المعنفات منزلية. العمل على العدالة بالنسبة لريليزمي بيشتغل على استثمار رأس المال البشري، اللي هو الاستثمار طويل الأجل، بمعنى جبر الضرر والتعويضات للناس على المدى الطويل، من خلال انخراط النساء بتدريبات السلم الأهلي، تطوير بناء قدراتهم، رفع المستوى المعرفي والسياسي للنساء. كل ما اشتغلنا على استقلالية النساء من الناحية أو الاكتفاء الاقتصادي، فهو بحقق لها أو بعزز نظرتها لنفسها، بعزز ثقتها بنفسها، وبالتالي هي قادرة أكثر على الاهتمام بنفسها وعلى الاهتمام بأطفالها والالتفات للأمور المعرفية بشكل أكبر. اليوم ولا ما بتشبه حالة قبل 4 سنين. أنا أكثر شجاعة، بتخيل أني أنا محاربة اليوم. كل امرأة من هدول البنات اللي التقيت فيهم كانت هي نقطة تحول بحياتي.